شاكل كل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. قرار النادي الاهلي بخصوص كهربا وفتحي واسماء المعارين من النادي الاهلي بفرمان من موسيماني. طيب تعالوا نطلع ونسمع ونشوف الجزء الاول من اخبارنا من قناه النادي الاهلي، وهوريكم قرار موسيماني بخصوص فتحي وبيع فتحي وبيع كهربا، ونرجع نكمل الفيديو. بس ما تنساش حضرتك تدعمنا بلايك وشير للفيديو، ولو اول مره تشوفني تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد بينزل على قناه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف الفقره الاولى بتاعتنا الخاصه بكهربا وحمدي فتحي، ونرجع نكمل مع بعض. يلا بينا نروح كمان للمصري الرياضي، وزي ما قلت لكم زي كل يوم لازم خبر عن كهربا. الحساب الرسمي للمصري الرياضي كهربا يطلب الاعاره، المرة دي بقى الكهرباء اللي بيطلب الاعاره، ماشي؟ ولجنة تخطيط الاهلي تتحفظ. عشنا معاكم اسبوع كده، يعني اسبوع 10 ايام في كل توقف، كان كل مره يقول لك ايه؟ بيتسو موسيماني يطلب رحيل كهرباء. بيتسو موسيماني غير مقتنع باداء كهرباء. بيتسو موسيماني يرفض استمرار كهرباء. لقوا بقى ايه؟ مفيش جديد، يعني ايه؟ الراجل اتكلم عنه كويس. كابتن محمود الخطيب طلع كشف كلام مهم جدا بخصوص كهربا ومدى التزامه الفتره الحاليه، فقلت خلاص بقى نغير الاداء شويه، يعني بلاش بقى بيتس هو اللي بيطلب، لا كهربا بقى عايز يمشي. يعني تخيلوا لعيب ملتزم وعايز يلعب وعايز يثبت نفسه، لا هو اللي زهق وعايز يمشي. هذا الخبر عاري تمام من الصحه. نفسي في مره افتح حاجه في ترند الاهلي ما فيهاش كهربا. مش عارف ليه دايما زي ما كل الاخبار الكره المصريه كلها تم اختصارها في كهربا. يا جماعة انت عندكم قضايا خطيرة، يعني عندكم قضايا مهمة جدا. يعني كاس العرب اللي بتتلعب دلوقتي، المواقع والصحف والجرايد لو اهتمت وشافت ايه اللي بيتم في البطولة عشان ننفذه في الدوري حتى على الاقل، القارئ هيستفيد والمسؤول هيستفيد والناس كلها هتستفيد. لكن الاخبار الفرعية اللي زي دي اللي بعيد عن الواقع انا مش عارف اهدافها ايه وسببها ايه. انتوا يعني فكرة كهربا بيمشي من الاهلي الناس هترتاح؟ طيب يعني كهربا طلع خلاص الناس ارتاحت، مش هتلاقي حاجة تكتبها تاني مثلا؟ مش عارف، يعني الفكره بحد ذاتها غريبه. ولجنه التخطيط بترفض، ما اللجنه رافضه وبيتسو ما طلبش وكهربا ما قالش والكابتن الخطيب قال لك اللاعب ملتزم. نديله الفرصه، اقفوا بصف اللاعب، يعني اديله فرصه واقفوا بصفه. طالما التزم وماشي بشكل كويس اقفوا بصفه، هو لعيب مصري في النهايه، ما يمكن منتخب مصر يستفيد بيه يا جماعه في الختام. يعني ممكن يكون موجود مع منتخب مصر في مباراه حاسمه، لو تالق مع الاهلي هو اللي يوصلك للبطوله. فتحي والخبر ده انتشر كتير قوي خلال الساعات الاخيره بالامس، وكل اللي كان بيتكلم على حمدي فتحي جاي له عرض من جلطة سراي. برضو الجزء اللي انا مش قادر افهمه هو ايه فكرة ان جلطة سراي مش عايز يجيب حد في لاعب خط الوسط الا من الاهلي. يعني اريو ديانج قعدنا 6 شهور بنتكلم فيها، خلاص بقى اريو ديانج كارت، يعني خلاص بقى الموضوع بقى كتير، فخلاص مش هينفع نقول اريو ديانج. حمدي فتحي، جلطة سراي لو عايز يجيب لعيبة اكيد لعيبة تانية من الاندية التانية، مفيش غير الاهلي، مفيش غير المركز ده من الاهلي. يعني انا متوقع بعد شهر هيقول لك بقى عمرو السوليه، ولو اكرم توفيق ساب الباك رايت ولعب وسط مدافع هيقول لك جلطة سراي بيفكر في اكرم توفيق. خبر عاري تماما من الصحه ومفيش اي نقاش ولا خطاب رسمي بخصوص حمدي فتحي. طيب دي كانت اخبار ترند الاهلي. حفظ زملكاويه ما وراهاش غير كهربا وحمدي فتحي، وكل مره تقول لك ده جلطة سراي باعت عرض لحمدي فتحي، ده خط وسط النادي الاهلي كله ما يعني عايزين يشتتوا اللعيبه. وغير كهربا يقول لك مره ديانج، مره حمدي فتحي، مره الشناوي، كل مره طالعين بعرض احتراف شكل من مكان شكل عشان يشتت اللاعب ويخليه دايما بيفكر في المليارات والملايين اللي مستنياه والاحتراف اللي مستنيه والشهره الواسعه الخ الخ الخ. والكهربا اللي ليل ونهار اعلام الزمالك كهربا ماشي، كهربا خارج حسابات موسيماني، كهربا هيخرج اعاره، كهربا مش عارف، كهربا مستمر في النادي الاهلي يا حضرات، كهربا لا رايح ولا جاي، وحمدي فتحي لا رايح ولا جاي ومستمرين في النادي الاهلي. لكن عايز تعرف مين اللي خارج اعاره بنسبه 1000000%؟ 2 بس اللي هم هيخرجوا اعاره. عايز تعرف هم مين؟ تعالوا نطلع ونسمع ونشوف هم مين من مصدر الموثوق فيه ومن مطبخ النادي الاهلي ومن اوضه لبس النادي الاهلي، ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. يلا بينا. كلام جميل جدا وكلام محترم ورؤيه بعيده المدى. كابتن علاء خلينا اسال حضرتك سؤال واضح وصريح، هل كابتن طاهر محمد طاهر وكهربا هيسيبوا النادي الاهلي؟
لا هو الراجل اللي عنده رغبه بس في اللاعبين اللي مش هيكون عندهم فرصه في النادي الاهلي ان هم يشاركوا الفتره الجايه، هو بيتكلم معاهم ان هم ياخدوا فرصه للمشاركه في انديه اخرى، والكلام ده كان مقصود بيه طاهر محمد طاهر ومحمد محمود. لكن كهربا اعتقد صعب جدا ان الراجل يتكلم مع كهربا، هو شايف انه وكان عنده كان هو من البدايه خالص كان عنده رغبه ان محمد محمود ياخد فرصه للاعاره في اي نادي ثاني، زي عقد كبير جدا من اللاعبين زي سعد سمير مثلا نجم دفاع النادي الاهلي لما النادي الاهلي وافق على رحيله للعب اعاره سنتين في فيوتشر، وفي بعض من لاعبين مروان مصري النادي الاهلي استغنى عنه، وفي لاعبين كتير جدا النادي الاهلي اعطاها فرصه ان هي تلعب تعار زي مصطفى بدري اللي كان جايبه لسه جايبه من نتاج الحدبي راح وداه على طول اعاره، فهو الفرصه قدام محمد محمود وطاهر محمد طاهر ان هم يتم اعارتهم في شهر يناير الجاي عشان خاطر ياخدوا فرصه للمشاركه في انديه اخرى ويرجعوا النادي الاهلي اقوى وافضل وبجاهزيه فنيه اعلى ويكون خبرتهم تبقى اعلى زي ما حصل مع محمد عبد القادر وعمار حمدي واللاعبين كتير جدا واكرم توفيق اللي دلوقتي نجم النادي الاهلي ونجم المنتخب. لولا ان اكرم توفيق خاض تجربه مع الجونه تجربه مثمره جدا وجاده جدا ما كانش هيبقى هو ده اكرم توفيق، ما كانش يرجع النادي الاهلي ويكون النجم الاول للفريق. طيب يوم 26 عرفنا مين اللي هيخرج اعاره؟ طاهر محمد طاهر ومحمد محمود، هما الاثنين دول بس اللي هيخرجوا اعاره خارج النادي الاهلي، لان الاثنين دول ومش بيع نهائي، هو اعاره زي اللعيبه اللي طلعت زي عبد القادر وزي عمار حمدي وزي غيره، لما طلعوا اعاره ورجعوا اكثر وزي لعيبه كتير خرجت مستواها في نوع من انواع الذبذبه ولكن خرجت عندها ثقل زي اكرم توفيق، شفت لما الراجل راح الجونه رجع شكله عامل ازاي النادي الاهلي، فاحنا بنتمنى ان لعيب النادي الاهلي ان شاء الله يعني ربنا يوفقها الفتره الجايه، وعايزك عزيزي الاهلاوي ما تسمعش الاعلام الزملكاوي المغرض الفاجر اللي غرضه فقط ان هو يوقع النادي الاهلي، زي ما حرفوا الحوار او الحوار الصحفي اللي كان ما بين موسيماني واحد الصحفيين في جنوب افريقيا، حتى استضافوا الصحفي على قناه كريم حسن شحاته وعلى اون تايم سبورت مع سيف زاهر وانكر تماما وقال ما حصلش، ما قالش الراجل ان انا همشي، ما قالش عنده عروض عنده، ما لوحش بالعروض، ما لوحش زراعه النادي الاهلي، ولكن كان بيتكلم عادي جدا وما قالش الحاجات دي، فتم تحريف كتير من الكلام اللي قاله علشان يوقعه ما بين اداره النادي الاهلي وما بين موسيماني. انا من رايي موسيماني يكمل، موسيماني جيد وجيد جدا والايام اللي جايه كل يوم بيثبت ان هو كويس وعلى حق، لو عنده مشاكل في بعض اشياء ولكن قادر انه يصلحها، ولكن خلاصه الكلام في الفيديو بتاعنا ما تديش ودنك للاعلام الزملكاوي، عايز تعرف المعلومه صح، عايز تعرف احنا بنجيب ايه وما بنجيبش ايه، تعالى في قناتنا ودعمنا هتعرف كل جديد عن النادي الاهلي واخبار النادي الاهلي بالتفصيل، ده غير ردنا على البوابين اللي من الاهلي محروقين. انتهى الفيديو بتاعنا، ما تنساش عزيزي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو، ولو اول مره تشوف لي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه و10، كان معاكم اخوكم هاني الشراوي، السلام عليكم.